والله كستوا توكتان كسو دوادا مركلة برنامج كا بلغة وحلقان آنو توصلي كدسو قدبنا إنو استوديا آنو كولي نحو المقالة باللندن داوريا برنامج كانوا برنامج آنو كفرا قاينو هدبا وحيابها وهو وين كسو كردا حالدا دلك صوماليا إنو كوري سنة تدكا آنو سلير نحي وحبلان باي اوجيهين سياي شعبك وقسو قدبيان برنامج كان ما انتنجد يحانتي وحلنو كو قادنا إنا ورئيسي عنو ليلة ميلو دكتوريسة مريم حاج علمي او كاملا اقوانيها انكا صوماليدا يمو مدو كل احجري سياسة دا ايو هبكا اسبدل كدولة نمو دالكا صوماليا دكتوريسة مريم حاج علمي وحا اسيدو كلا هايد مروذي مدحوين كوحيينكي صوماليا اسماعيل علي وبكر وسلامي ناسغنا مركا برنامج كايضا يكون رئيسان دونا مادام اي كتمد لنعاء ايو صوماليا وحبلان او حالد صوماليا نائمي كاي لسعطو داوليال ومركلة ايو برنامج كا فلقا waxay dawladda barnaamijkeena ay aan guda galaynaa inagoo markii ugu horeysa doktoreysa Maryan ku soo dhaweeyayna barnaamijkan bandhigga kalsan iyadoo lagu soo booqatay studio-heena doktoreysa Maryan soo dhawow markii labaad waxaad nooga warantaa mar dhaw ayaad Soomaaliya ka soo noqotay waxaad tagtay magaalooyin dhowr ah marka meelahi aad tagtay iyo sida xaaladu ay ahayd inaad markii hore noo sharaxdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وحي سلام يا أمد صومالي بول والبهجوكتو وحي لديكو سلام يا كالسن تي في يا أمد صومالي بو سلام تسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادة أمها تسنتهي مدارة فرصة دان عدئي في ديسان إلى الأمد صومالي وحي أنه عن علمي عن أقود بيكارو إلى إذا ما ارتفير سدان أبو مقلان أعداد أمها سنتا وحالا دادال الدولة انتي كران كي يوحي ما ارتي أهل شيء يكرو حقيقة دي هورتا برنامج كان وبلارية هدي اللي يريد هذا حلقة هذا دور يعني أكسبت بيالني وحي نقول هي دانك سياسة دانك بقالها دانك انفارمنت دانك ما ارتي هذا حركات هذا كسعودة صوماليا لكن وحالا سكو دي دولة وحدي ويديسي booqashadii aad ku tagtay 2013 kii ayaa waxaan ka bilaabay safarkayga Somaliland ilaa tago sidaad ogtahay hadda igu sheegtay anaga waxaan lahayn qoys mixed ah oo yaanay simbolki Soomaaliya oo fiicnaa unitygeeda ahay koonfur iyo qooyi integration kii ka dhacay ayaan ka mid ahayn marka Somaliland waa dalkayii Soomaaliyana waa dalkayge Soomaaliland aan ka bilaabay أدي أنا أبو فرحي مركا لباتن إي أفر سنة اليوروب جوغي إلى أرور كولما يوم جامعة كساري إلى الحوضة معرتي أن نسى شكو قاتو دالكي هويو وحنكب الله بس دالكي غرقيسة وحنقول بي مال أد أود سنتي ضد غالايو كوميونيتي معرتي شعبات أما هذا بمشتر أما الشعب كهذا oo wadankoodii maaratay dhisanayo dawladdi iyo shacabkii iyo waxa ugu weynaa waxay ahayd nabadgelyada yaani nabadgelyo aan xataa Yurub oo lin ayaan kala kulmay maxay weeyto Somaliland hooda waatay waxay noo waday sheekadii ku saabsanayd Soomaaliya iyo xaaladeedii toransa noosii wad 2013 kii Hargeysaan tagay sidaad ogtahay waxa uu hayaa wadanka aniga waxaan ka maqnaay marka 25 sano oo waxaan ka soo qaxlay Soomaaliya barigii maartay dagaalka sokeeyay Soomaali waqooyi iyo yaani rajimka iyo dawladda Soomaaliland dagaalamayeen oo muxuu ahaay xeebta jasiiro kontrol lagu toogtay ayaa marka go'aan ku gaaray maadaama mixed family nahay inay caruurtii anagaba aan ka soo dhoofno بالحقيقة هرت أنا قد قال كي سكرين ويلا إيه ما قدش هو كده عين ما تشوفين أنا فلو أبقر إيه معني
وحان تغي وضل بسمايو او شعب كذا مارتي ايغا بسرايو او دولد دودي اهلا سوغيلين او نبدالي ايغا سوغيو ايغا اي سوغيان ايغا لكومي ادي ادان او هاي او اجنبي لجوبين ودولد ودني ايه او بحوها هاي ومدودة ايه اسما ملايان كوف اجنبي كوما اركن هاي يدير يرو غارو هو مارتي لعاكو قرونا يواتسكا قرنسا لكن وحيابها او امبرشن كوين كو ريبا وحيتاي نلال سومالي منو يو نلال مدادات يو نلال هرومر ايه مارتي لديه الجلي ادا اسم مركاس نمقلسد سومالي كونفر dagaalada ka dhacayo iyo qaraxyada ka dhacayo marka uu compare gareeyo Soomaaliland waxay gaartay heer ee dunida galbeedka erada ee gaarin iyo adduunina halkii aniga oo maaratay iska holiday iyo u koorgal ku jiro ayaa qoys oo hooyadeed ingiriista oo qoys oo maaratay reer Manchester ah abuurna oo ahay oryaashii siimaanka ah ee 50-dii tagay ee maxuu ahaa ingiriiska wali weyno Soomaali oo caaqil ah oo la yaqiin ahaa ayaa caruurtii ii soo carartay dad waaweyn waay hooyada ingiriis waa 5 qof 2 dumar iyo 3 rag ah waxaa la yiri xoolihii aabahooda xamar yeelay ayaa lala dhacay oo maxkamadii iyo niman adeerdeena la dhacay oo dad markaas adiga Hargeysa joogta ana Hargeysa soo hadlayaa ayaa soo hadlayaa waxay joogan Manchester ayaga Manchester iyo Abu Dhabi iyo wada joogan maxaa loo qaban kartaa waxaan aanu hadba waxaan barbaa inaa socdaal ku bixiyo Soomaaliya waa wadankii aan ku dhashay oo ku barbaaray oo ku guursaday marka waxaan yiri bal I will see myself wixii aan idin la qaban karo ilaa aan maaratay idin la qabto horta wani jeedada ugu weyn ee koonfur uu imiday waxay eedey maadaama qofka bilaabanka markuu yurub ku nool yahay iska baqayo oo qaraxidaas laga baqayo yacni kuma dhiirinayn inaan Mogadishu tago laakiin asbaabtaas ayaa isoo bushkareysay waxaana la kulmay fajaca ugu weyn oo qof bini'aadan ah oo muwaadin ah oo la kulmo after oo intaasoo maxay ahayd sano ka maqnaay wadanka ayaa la kulmay cadaalad darro baahsan maxkamadihiyo yacni in allaale intii guri isku haysato ama dhul isku haysato ama dhaxal isku haysato ee habeen idaanin taagin yahay maxkamadii cadaaladda bixin lahayd maxkamadii ummadda cadaaladda yacni adduunka laba shay lagu noolaadaa security nabadgelyo iyo cadaalad meeshii cadaaladda ka bilaaban lahayd ayaa waxay noqotay aqalkii musuqmaasuqa ugu weynaa ee lacagta lagu kala gurto waxaa markaa galay challenge weyn inaan reerkii matalo oo maaragtay asqareen ahaan la u matalo oo aan maaragtay raadiyo la dagaalamo oo ilaa muxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo wato ciidid gobolka kan ka bilaawday ilaa maxaa la dhahaa ii sheeg qoladaanayta rafaanka liraayi waa silsilad isku wada xiran waxa laala wixii guddoomiyaha maxkamadda sare oo faro unbaa la sameynaa no matter haddaad dokumenti wado gudoomiyaha hore maxkamadda sare cadaalad baa cadaalad darro xun oo baahsan ayay ummadda Soomaali ku hay dawladda Soomaalida ma si darro ay daawanayso marka ay fiirsanayso tii ku weydiisatay inaad caawiso marka iyagu ma tagin xamar way tageen way soo baqeen maadaama half caste yihiin maadaama ay dad shisheeye yihiin maadaama dadka dalka u dhashayna aanay garab siinin maadaama nimankii reer waqooyi deganaa xamar oo ama baarlamaanka ku jira ama maaragtay maxkamad sare haysta ama xafiis aan joogo ay wada garbeeyeen maaragtay ori adeerkooda oo ori la dhashay yiraahdo walaalkaysi af marqaati markaasaa loo xukumay xukunkaasaa la kulmay cadaalad darrada ugu weynayd baa la kulmay Soomaaliya oo aan isleeyahay waxyaabaha ugu xun ee Soomaaliya maanta ay ka kabsan kareynin waa cadaalad darrada adiga alxamdulillaah wax badan baan batal ka galay waan ku guuleysanay oo reerkii masaakiinta ahay guryahoodi waa loo soo celiyay ayagoo ka qanacsanba Soomaaliya marka wadada aan joogay waxaan la kulmay waxaan deganahay hotel oo siyaasiyiin badan degan tahay wadankii dhan ayaad la kulmaysaa siyaasiyiintaad la kulmaysaa suuqaad tagaysaa ummadibaad arkaysaa maxaa yacni iska bedelay wadankan dowlad federaali baa lagu dhawaaqay waa laga baxay maxaa la dhahaa ishee kumeel gaarkii maxaa yacni ay dowladda qabatay maxayse dadka u qabanaysaa marka alcumuum aan soo koobaynaa adiga markii dambe ilmihii
لكن بعد التعب kugu qasbay inaad marka hore xamar tagto iyo in arintaas laakiin waxa lagu maqalaa inaad balad weyna tagtay oo waliba halkan waxaan ku haynaa fiidiyo wariyashin ay noo soo direen adigoo mudaharaadyo ka dhacay balad weyni ka hadlaye oo ka khudbadeynaya oo xilligaasna waxa loo kala taagnaa balad weyni iyo jowhar intii aan la dhisin maamulka Hirshabeelle waxaadna u muuqatay qof aad ugu firfircoon ama u taageersan wixii ka socday baladweyne ee ugaasku hoggaaminayay arintaa sidee kuugu raacday waa maadsan tahay arintaa waxay ugu dhalatay horta waxaan la kulmo kale waqtigii la qaban qaadinayay in gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan la isku daro waxa ay dad badan way ka soo horjeedeen bil xaqiiqo umadda wax garanayso dhan Hiiraan waxay u muuqatay inay ka mid ahayd 7 gobol oo 8 ku ahayd Soomaali ee jirjiray Jowharna inay ahayd waxay ahayd degmo ka soo go'day gobolka Banaadir marka hase yeeshee maadaama waddankii oo uu baxay federalism oo liri waa in la isku daraa building blocks kan la sameeyo waxay ahayday in umadda labada gobol degan ee loo dhaafo ayaga ay maaragtay maadaama dagaal sokeey badan dhacay maadaama maaragtay burbur badan dhacay maadaama heykalkii dowladeed burburay haddii la doonayo labada gobol in la isu keeno ma ay ahayn awal fiiri gobollada kale inta 3-3 laba loo kala qaybiyo haddana la isku celiyo waa jugjug meeshaada joog laakiin Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ma aha dad awal midnimo iyo maamul dowladeed ka baxeen jiray psychological aspect social aspect political aspect waxa in loo diyaariyo si labada gobol isu qaabin lahaayo lama sameynin aniga iyadoo bilaabatay oo aan fiirsanayo madaxweynaha ayaa personal telefoon ii soo diray wuxuu yiri waxaan rabaa inaad baladeyna ii raacdo inkastoo dhowr jeer hore aan isla aragnay oo maaragtay iska protocol yacni aan isku aragnay waa yahay baan idi baladeynaan tagay baladeyna markaan tagnay yacni nidaamkan hadda aan kuu sheega oo ah in maaragtay precondition ay noqdo dibaashisin in maaragtay labada maxalaha gobol ay wada hadlaan in maxaladaha kheyraadka iyo ballaca iyo taariikhda iyo mudnaanta loo kala bato waxay ku habooneed in labada qolo ay wada fariistaan xeer dhaqameedyada ayaa laga dhigay condition waad ogtahay constitutionka soomaali markaan raacay oo aan la tegay baladweyne madaxweynaha policy gaar ah ayay watay wuxuu soo saaray dekreto oo leeyahay labada gobol waa la isku daray dadna lalama tashan dadna fariisanin yacni dowladda waxaa lagu yaqaan inay caretaker tahay facilitator inay tahay laakiin inay condition biciso yacni ma oolin baasha waan tagnay baladweynaan tagnay horta markii ugu horreysay waxaan la kulmay gobol taariikhi ah oo taariikh lahaan jiray oo wanaag lahaan jiray oo tacliintiisa iyo caafimaadkiisa xataa gobollada kale looga soo doonan jiray oo dhulka afka la galay magaaladii oo burbursan magaalo aan laga shaqaynaynin magaalo oo madaxdiisii maarta ay ka hurido oo barasaafka danihiisa ka qabsanaa duqa magaalada danihiisa ka qabsanaa ugadii shicibkana danahooda qabsanayaan yacni waa meel fowda ah halkii baan tagnay waxaan filayay marka inay la kulmo shacabka oo yidhaahdo maxaa jeceshihiin sidee baad rabtiin inaan maaragtay federalisma loo dhaqaaqay la isku darsoomo ma yelin madaxweynaha wuxuu sameeyey dekreto ka soo saaray oo leh bulburto waa caasimadii gogasha waa baladweyne madaxweynena waa tartan
maamul goboleedkii ka horeeyo galbudugle qaabkii lagu la dhaqmay ma aheyn qaabka oo waad ogtahay maraaro 7 bilood la fadhiyay oo dibaashisiin loo fadhiyay ila dadku is dileen waay ay maarta daasha calanka uu leeyahay federalismu hal la sameey si lagu qaboojiyo maarta dagaal sokeeyo waxa horta in lagu heshiyo oo la sii naado in xeer dhaqameedii dal la soo wada aruriyo in ay ayaga markaa waxa la yiri galbudug madaxweyne waxa iska la qabilka ugu weyn specifically madaxweyne ku xigeen qabilka kale ku xigaalay رئيس البرلمان راح يسكنه قبيلة سدحات ووحنا قوي بريكونديشن تدعو بيه من اللوفة دي هيران لما سمين هيران راح لير عراقة دا شيء عبتي عدربة وحيا لدين قوي وين الرعدان ورتو كونسين بدن باقي قالي عنك مركارين تكوشي كونسين بدن باقي قالي او انا كهلين قاب كمارتي او 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 غبان بغرير بلدين لباتني شان اوريا المارتي لبدولة ومبو اروريي يعني وحكالي يشيبكي يهلا ويديا يربد أمد محيطه وقضى في United Nations كيالو People Self Determination يعني رمضارة دادك هو إن ربدونا للسياة دادك أيهو إن أبوان كورقاران لما قارينا سيقاب ديكتاتوريال إيه أيها هرتا لقود بساي أما قل مدك هاتو أما هيران هاتو أيها شبه ماشي مظاهرات دي وكاقيم مظاهرات دي وحكو ريسي أرنكار أرنكار أكو ريسي وانتقي marka hadana waan ka soo noqday anigoo koonseen ah ugaaskii baad dhintay waan tagay hadana mar kale oo madaxweynaha lama socon laakiin madaxda siyaasiyiinta oo reer Hiiraan halkii baan marka muxuu ahaay waxa replace gareeyay ugaaskii ugaas Xasan ugaas Qaliif oo maaratay ugaaskii beesha ahaa ayaa meesha qabsaday mar alaala markuu qabsaday wuxuu yiri Hiiraan iyo Jowhar qaabka loo wado ma yeelaydo سدح يتمنك جميل جنوري وحا لغا فوري او فوري بدح وينها جوار انا غلا ما قبطة لما انت انتو وين هو تدباشي سين نقطة وين دادك قبل كدقن انا غلا دقنا قبيل اهان هير هيران او افر يتمنك قبيل كتر زين وادقين هي جوهر وداد دادك هي لأي وادادا قلصو عنا هاي مرة لكن قاب كبير ديد قاب كبير كبير وحاتي مرة بلارتين مايا وحليرا مايا لديد سومالي وابتي يعني وحي أود بتي مدعويناها إذا نوكا سياسين تغير إيران وحي أود بتي السيوة ناكسن إلا وحي أمي قطي إلا وحوى السهل أطعي إن دكريت اللي سو صارو إلا إيران النار تبالي محلا بولي برتاع عاسم بي جاي عرا قوش اللي بقايا دهرد مدعوين لها ترتن هيران وحي الرقادي دغال سوكي هيران وحي الرقادي بلا تبادن ترتن مدعوين هرتي إلا مدل كرين ماشي واكا عدد بيلي بيرتني إلا أنا حر أهلا الله هايستو ماشي ويكا عدد هير هيران محا أمي غدي هير هيران محا أمي غدي إن قاب كي قلميدو عذابا لغود بغي أو بي سمراد لغو سو بودي إن محو هاي جيب اللان أو بو آلا إلا فريسة تأهيري إيك اسمايو اللي فددو إن ساوت وست سوماليا إلا ربي إلا برابو فريستو أو بيدو فريستو أو فور سم تايم فريسنا يسو إلى ساعة وقد إدون تقابك ومركا إمانا مرح ويمير غير معلا شبه اللي ومحوة هاي قبشي منفقي اللي قد ساي ودولي دمارة تيباش عالم كبحينا يسي ومحالا مليونات كبحينا يسي إجوار كفائدة يسو إهيران مرنا كفائدة يمين إلا عاسمي دل فرصة تاي جوارة هاني يسو إنتا ساعة أمو قطي وقالد قالت كيبان مركا يعني مغازك نكو ديني وحان نخدي قفك اقول الرأي سوءك فلسطاتري وحان كو قولة جرا مار تديد مدى وكسو هر جيستي محوها من حوالي شرعي وضي وقوي ادو بلد ويلة وقو كالسو لها انا ادى قف قرب جوغ انا هاي قف درجة كربت من الهين قف محل دبان راد سنة سنة من الهين نوش ادى نكو متشن الى حل دبان من راد سنة وحا اقاري بلد ويلة بابا دي وحان كعلى الحمادي بلدين مرة إلى هاجرتي إيران وحان كعلى الحمادي مسير كالصومالية مانتو ما من قبلتين إلى بندغي يبن حوالي واشان سوف نسترى مدى شونك إيران إلي كما قلت نمبر أوف ريسن ووضن نمو يبنى تشعر كل سن أي إقاتي واتح مركة أرنتي ويدا ماتي أذيك وحي ربطا كل ماتو لكن وحي كل ماتي إن هير شبال اللبسي مدحوين غير هيران اللسمي madaxweynaha uu balad weyna booqday ugaaskii uu la kulmay dadkii kala meesha joogay is arkeen haddana hawshii socoto siyaasiyiintii markii hore ka soo horjeeday oo ugaaska ku fakar ahayd kulligood waxay xal dhibaato u doonteen Jowhar
تاسو معنی دوی های وحشش کس عده اینه تغییرسیهین. ادیک مرک موقف کاری ولی مکوده گن تعمیسه وقت نازشی لفتر کاری مرکی داد کی ابن ایها وشی اسکت نازشی. تو بی آنست نداره هر تو وحیابه اینی دیده شگیس. این ریالتی که وطن کویالو هر تو لبش کل دوام. و کوشه ریا اوجاس که وحی حتی هر گاری این اوجاسی دیکل دلها ایران دگلیل سکانو سیدد اوجاسی لسکانو ایران ایران عیتین که در کتچنیده وحنا لغو استعمال دگال دقله لب فکر او بیاین ایال لغو کل بربری محله معارف که ایران وح اوه ری وحی بالي هي لكلا الرياضية العدل السيء بان مشاهدة إذا كنت إلا شغافي عن وحاكل الوهي إلا السياسيين تمتلي السيء هيران اي او دنقل لهذي او درير لهذي اي اصايت محوها هاي لي استاق لهذي محوها حير نقبات كودا اي محوها مبدأ عد او اوغاسك كو هاد لا يري عريبا تدبدو قبلا إذا بقو أنا إلا يقدر بقيو استيتس كي تدبدو قبلا يا جوهر ولا شيء وحبيو شغال معي لكن هو كفع وين هاي إنتي أبغى أخبر بوري دولة ملحتوين الصومالية بربورس، وعلى بربوري لا لوش باحد وين، وحال جيتو وحال على وحي بعنا، أبغى أتقرن كرتا، من ما بدون هالباهم، يبين الحين دوار رادي هاي اللي عقده، يبين الحين أفر سنة كنت لنا بري، على هذا سوكر بري، أفر سنة بعد استدال لي صار دورتا، وأنا سامي ولا كل ولا كل ولا قبل وبو أنا كسر مستا، ده أنا الرالي ده. يعني واحد من ساسة كل سنة مركب ميري ده واحد شيء بس هو كل دوانته شيء كبير يعني ماشي سي واحد هتلاقي جار واحد حمر إسكوب ده في الدنيا حارة أنا كنت رين كرا عنك ده على المتلي كرين قبائل ده في الصومال ما من عينك في الدنيا كتير ما يا أنا كوشي غا ما يا ده كان ماشي تبي لبكة تقولي كلا قيب سنين كتجري مركي هربو وحو الربي مركي نور حير دقميتك ايا سوى مغا عابايو 4.5 حير دقميتك سوى مغا عابايو محوة هاي البقالدة وحي اسيري هون مركا يانا نور غلب بدلي نو انت مبدأ كو جوكتو بقالمي سوى يرين والحين ايو واحد الرازن لكن ده بدل هالكاس وحي اتبين انا اغاسك كهلان مارتي انو حير دقال او مغا عابايو اقول بلو ولاك وحد عبي مركا dadka category labaad la kala waxa waa hadda tii ugu dambeysay dariifta ku qasabtay mar hadii la yiri xeer dhaqameedka gobolada ayaa soo doorana oo ugaaskooda soo doorana oo yuu intina ku qortay bulad weyn maarta goobaha laga fooda ee wixii dhan la mujahadiyay ee laga ariyay la geeyay heer shabeelle oo heer shabeelle dad suuqyo laga soo ariyay ergoy laga dhigay oo aanan xeer dhaqameedkoodii u joogin qaarkood وهذا دولة داكا وتايجر بورت يعني هرمة أتمار تمال كوصورة ووين أيها اللي قسمي إن ألا لإنتي لالوش قادة نوي تكتي واتاي مركا أرنتاس أرنتاس كلي فريكا مقودنا ندار حمرا مركا تكتي ما يا فريكا مقودنا هيران ولي هل قنك واسعنا هدي هين والا مدحوينها واتقي والو سودة وي وارتي سودة وي تويني دو لو سمي واسك والله كل ما يدينا جوكتي إن كرم واتشوغي واتشوغي والله كل انت مدحوينها هير شباب يا ما هير شبال أنا قاعد دم بتشوجين لكن هير شبال وانين هيران وده شيء وحنا كل شيء غيا هادان هيران دجال كهلجن ككب لابلين ولا هو هاي نكح وادلوت شيء غي سوينا عبد الله عصب له ولا ما عرفت هير هيران مدحوين رئيس البرلمان مهلن هلجن كي بلدوين كده عيدر تيرا أي إيجاد كتلة سي إن النجا مدحوينها نلاسي هيران سي هيران تكلوا عمستو واضح ما فاهمي صار واي أرين كلام مركز جرتا حمر واتكتي حمر كل أي اسبدل لبضنا جرا أرنتي عدا هذا دواك هذا الشيء إن دي بعطب بضن جرتا سيحون مجال هذا مركز أركتي سياسيين تو الله كلنتي وحقيش أركتي مدى حوير حس الشيء قطتك الله كلنتي إنه كم إذا ها ما دام هذا هيتقف دولة دي هو ملح كسور نقضي مدى حوير كحجين كي هو سومالي أنا حاسكيسا أهيد مقالدي مركا عرقتين نلوش الدولاد نيما دادتكو انت بدادتكو الدولاد نيما يخربان لكن واحد دولاد نيما ويق مكسو عرقت حمر إنك استود هذا هيران يجبو تسي ويا آدبان أكلوا له هلو عريسنا لكن سوماليا كل وادلكيك إن دمت يقوه إنو مارت ما أنت عن شعلها إنو حواي سوماليا إنا يدقال كاسوكي كبسطو إنا يقوتي اللاودو هرومر إي دولاد هيكل وناكسن أو عدالة كل سن ay meesha ka abuurantu qof kasto Soomaali wuu jecel yahay
عاصمتها دي فيو ده هي قبل ده نويسكها جاجايان. anyway وحواي أنا قوالة كل ماي سياسيين بدن بان لكل ماي ده كيني هرون إسلاء هاجرني أوركي حفيز كي سياسة ده مارت الدولة دي كعانكا أيها تشوغي وان لكل ماي عدالة درداز باهن أو أن كلا كل ماي محو هاي إيشك محكمة ده موية وحكلا أكور قولي نولاش أساسي جاي أمد سومالي كو مدحوينها وان واني ساركني لبا صدح جير واني ساركني وحان اسكو أرقني مرنا وحي هذي أرين او سوماليا اي سومالي لاند ودحيسي واتي تركيا داتكي لغو شيرين اي لبا ما قايب ليري هلا كانو دولة سومالي مرك وحي سميسي داد رير وقوي اه او ودن كاتر سن سوماليا او سوماليا جاقوين كهايو ايا ارقا لوغا ديگاي سومالي لاند داتكي دي لما تتحقلين سومالي لاند الارجيه بكا قادي داتكي انا قلنا قتاكي سي نوم تليكران وانا يعني وحساسي ده هو إن ما رتي حلقة جارو، أنا يدور وسير مريء يوس سوري يو محل دور بدنو خير وقوي أصلا تكني، وهاي رمانت أنا قوي أنا مثله، مستر بريسيدنت وحواي أديك ما دحوينا مقدشو يكونفر واد مادر أوف سوماليا شن تجيسو سوماليا هو يدي دي وحمر، وحنا نلقر ربع تولرانسي، وحنا نلقر ربع سودوين ما هندت كنا ديدنو. أرين كان التركي أو مجا عود إني مرة وقوية أو ودن كجوجو أو مريها عن كمديا وغطوا تلي أنا قلده نوركا وحسيف وجين إسا يسوسون دوان شيء إلا بدر شعب إيه ما رتي فيتشر إلا يسوسون نقطة وإيه قاتي لكن هاو فارو إيه قاتي مو جينا حتى وإلا كفت ما وعير تلو مريا ولا بدر ما البوا ود حيساي أما أن أمبassador كدقنا إرقد ما أرتي أو سيد يو إنكو كلا يا توني بلاير أو كلا إرقد ما أرتي مقدشو يهرجيسا ما أرتي كش قيسو وقفتني مركلا أنا وابا تانكوش يجا وحن إسكو أرقني محي هذا وابا كني عسوميو أنا سرعني وأنا إري هبريرو عدالة ده يعني أمد عدالة ده تكون قوة سوى لجاهر إيمانية وأنا وحن أول هينة وحن أركي نظر هنتدي قرن كدلكا نوع والبل هذي أول دوسي أو دت شخصيات اللي سي وهنتدي قرن كا إسوماليا إسومالي لان إبودلان إكسماي إسلام لهذي وهنت أديك أدلة هاي أنا الآن ليا هنتدي دت جارها اللي سي جاقوين كي أو ورشدها شيشيا يدولها شيشيا إسمينين دت جارها اللي سي ما قرتي يعني ودنك واحد وياله أو يعني الدولة هاي لا راي مالها مركان لا عدالة على غربة وكده جهت لاي لكن رنتي وحان أركي دباتوف شعب كنا أي قبان دنا أي تاجرين كلاس أو كتر تما إلى صدر مليون أفرت مليون دولار أي سومالي لباتن إلى عدة سنة بربر كتب كأبور مي وحيل كتاجرين ولبدي الدولة ده دوس نصور دافتي تيشق شريفي مدان حسن شق أو ولينا أي أو بديهن إن أيهن ده قرابه هم دحتوا إذا كتير. مالها دن تجودة أو ضد كجارة للسيء ما دام حمر أكيد ما تي محنو بشيء كرتا ضد بدن أو ندا ورا يروح حجرا أرنكاس وكرير. وحن كل شيء غيا. حقة كم إذا. وحا كم إذا وحا كم إذا. إن محو هاي دولة كيوا وينا هرت جريه الدولة اللي هذي. قريه الدولة ده هجرت مقطعي ما ده حدا دلك إيه حل دبان نده دلك إيه وسراكيش دلك كوجري جرين وعند أكتها جبا إلا محي هذي ليلا أجار كده كوي يالي قريه هسه واحد نقدان هانتي جاره هانت سو واحد قرت معه واحد عدي برجي 1971 أي دولة سياد بره اللور يكتت هانتي ذا ودتك برايفتك أما ورشد الجوهر هالنقطه أما كش محو هاي كورونتا ذا حمر هالنقطه اما بانكا ودكتور هي ان ناشوناليزيشن لو سمي هدي مركه اي دولتي ككافتونتي دكي لغلا وريغي وا ان لو عليا لو ما علينا ورشه كورنتدا وحا لا سي شركه دان ليرا هرميد باكو ما غرتي واحد دبلي او هي دولته لو وداغتنه ما جرتو وحا دعدي ميل وزارده ورفافنت اهان جرتي او مخو هاي وكالته فيلمها لو بدل جري دد غار هلسي نيمد واكو شيغا يعني دولكي دولة كل أنا قاعدة أنت قال قلي ورقة قاتي حساب حلم ما سمين لكن جودة ها وحن كل شيء قا دبعت هذا إنا جرتوا هنتدي دلكا أي نقطة هنتي الدد يرلي هنا اللي بتجري
ومدينة أي باعنتهاي ومدينة أي أولاد مالو البقرح كدعاية ومدي أي سكورتي هاي سنين ومدي إن أي معرة تجريه يريراي كجرين ولوجو تجاهو عشور تلاقي قادة يو بعد لقى قادة ناك تفرشد فرد إن بعد لقى قادة يو وح أيق كسر نخون عيو ومدة سومالي ومعرة لله وحبة وتريسة على الله تركي ده أنا ودوين دستي يعني و public service كاستماهنة واحد دولة أي حد قبطي ولا بيه كرو النظارة ومدة دكتورة سو ما سنتهاي أرنتان أو كسابسن دولة جوبلد يدان يدور شوين ك يوم سوق ما سوقان قيلة ده بدن كشرتو وحبان كويدي دونا لكن وحن شعلة هاي وحن سوق عرني ده وذي الوقت اللي نحتال ك أو حي سيما يعني نوسو قلي دونا كدبنا دكتورة سمرينا يوم صن غن دونا برامج كنا سيدا بانتا الله سبحانه وحمرتين وغا دكتورة سمرينا حاجة علمي أو كم إذا قويهن كصوماليين صومالية مدة جوجي حلال بدن قبتي هذانا صومالية كصور نقطي أو حب بدن كايسة دكتورة سمرينا سيو كله وح أي تاي حاس ك مذحوين كحجين كي صومالية مدن إسماعيل علي وبكر برامج كأي مرتين أو طاي dawliyal wasku soo noqon doona qadar xayeesiisa kadib dhamaan Somalia dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinaya in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska دادوينا سوماليات ملك استاي جوغان وحان مشيغي حرم تقصب اي انكفورين مغالا نيروبي حافظة باقلين اي إلا جهيل ايو راجة سنببك إلا فاها إلا جهيل ايو تبالع علاش لقليو إلا جهيل ايو تبالع حق دنب اللغو فيريو وإلا جهيل ايو معركة وضمها وحلقو بارو قلب لغو بارو وحكستا انات كهيلي كرتو ننكي دانينا اينو ميشاس اي مادو haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan wadanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayimana uu haadiifo jirku uu dumaayo uu durka halkiisii xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dal badan ka qoostiyo dad uu cudurro dheer leh rabbi kaga daweeyay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kii lagu daldalayo kara si daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxad ayin siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadii adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor waaye arag oo aqoonaan dad kale ahayn weyna deeq u siiya ku soo diyaarsho fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii iyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmiin naftaada oo haday yicin jirkaaga Allah waa iga dardaarana cudurradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyinka caafimaadka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumaliga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadalkii kugu dhaweeya aad joogtana kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda iyo maashad raadisa macaankeeda mar haddaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macno yeelan mayse ma huraan waa dadkaada maalmo ku nasan liido biishliso ruuxda bismahan ku maqoorshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sareeruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoon dhee ahaa mataanayis caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liido biishliso maqaayad
انترنت حوار سر ايه ايه ارباك الله ياسو قادة لغو نعنيو انت الدكتنا لغو مصر دماشاد سيو قوما هاتل عيسك ايو بادا مضافان ادونبا ماشا يالي مرور الارك ليدا بيج ريزورج ليدا بيج ريزورج وحروك يالا مقالبا من باس الراحة ايو ودك كيا حدا حدا كابوك انجريسو انترنت كا طلبك الاحرين حوانا نطول مغدا soo noqod wanaagsan barnaamijkeena ayaan halkiisa ka sii wadeynaa ee dad badan ayaa facebook-ga toos noogala socda oo waliba aragtidooda noo soo qoraya caasha oo joogta biljamka waxay leedahay hadii la duubsiiyo xaqii umada soomaaliyeed sidee suurtagal u noqon kartaa in shacabka la gaarsiiyo sanadka 2020ka qof walba codkiisa inuu dhiibto samajacel oo uk joogtana waxay noo soo qortay doorasho siday ku dhacaysa hadii madaxii ugu sareeyay uu koox sameystay oo haddana doonayo in sida uu asagu rabo uu wax walba ka sameeyo marka dadku aad bay aragtidooda noogala socdaan facebook-ga toos ayaadna nooga daawanaysaan waxaan u soo noqonayaa doctoressa Maryan Haaji Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo maanta studio-ha martay noogu ah doctoressa Maryan maalin walba waxaa laga sii daayaa telefishinada iyo miidiyaha waad aragtaa beelo cabanaya xarumaha maamul goboleedyada hadday tahay Jowhar hadday tahay Cadaado hadday tahay Baydhabo hadday tahay Kismaayo hadday tahay Garoowe intaba dadkaas waxay ka cabanayaan musuqmaasuq si isku mid ah ayaa mararka qaar ay u hadlayaan dad odayaala culimo ah oo waaweyn ayaa inta badan ka hadlaya ma la dhihi karaa marka dadkaas oo dhan oo cabashada sameynaya oo musuqmaasuqaas tilmaamaya inay been sheegayaan suurtagal ma tahay haddiise ay sax tahay musuqmaasuqaan waxa ka dhasha oo dowladnimo lagu dhisaayo sidee dadka wax ugu tari kartaa dowladdaas bismillaahi raxmaan raxiim nadaar runta waaye waxaa la yiri horta cudur walba waa in la baaraa sida intaanan daawada loo qorin sideedaba horta anigoo si short u sheegaya maamul goboleed horta maamul goboleedyadan soomaaliya madaxa laysu geliyey ilaaha laga najeeyo Puntland waa maamul goboleed sameysmay 1998 oo hore u dhisnaa laakiin goboladan kale oo dhan gacan bidixa ayaa xoog loo geliyey waxaan ku sheegayaa madaxweynaha iyo kooxdiisa oo isku tilmaamo damo jadiid xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya iyo madaxtooyada waxa uu maalintii la magacaabay ilaa yoomin hada qaskan hadda socdo oo aad arkaysaan wuxuu ka shaqeynayaa waxa waaye 4 years later seed ku soo noqotaa madaxweyne okay to become madaxweyne waa ina aniga maamul goboleedka horta dadkiisa aanay sameystaa dadkiisa markaan aniga sameysto dadkan la dooranayo xil dhibaanadana waa ina aniga aan sameysta oo loo sameeyo odayaal beenbeen iyo erga beenbeen marka ay baarlamaanka u yimaadaan anigana ay ii voodaan oo madaxweyne ku soo noqdo anada yacni isloogo kale oo madaxtooyada Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale ka go'do ma jirto galmudug waxa lagu soo dhisay ninkaygan geystay meesha Hiir Shabeelle waad u jeedaa wixii ka dhacay ninkayga marti meesha geystay hadii maanta la yiraahdo ha loo noqdo waxa ay beesha caalamkana ay raali ka tahay muxuu ahaay dastuurkeenana uu raali ka yahay waxa waaye waxa la isku ogay 4 sano inuu juhdi geliso dawladda federaaliga sidii loo gaari lahay xisbiyo iyo 111 vote oo sida ma aragtay ummada ay ku soo gasho si ma aragtay demokraatiga
وكمر مارستي وكجس جستي بيكوس يعني وحو أجي هاي هدي أفرت هالسنة وان ما نبون بذي رأسي إنه ضاقت كبعه وأجي مركا يعني لحدي مارتي هكسجة أو كده واقعي أو يري مارتي لح شيء بن جارسينا الصومالي most of them ما يهرجلين مركي لجاري سنة كده منتهينة وحل أجادي إن أنا وان ما نبون فوت إنا سنسر جرين تركوب جرين قبلاضي يعني أنا سيستم بالسنين بقول كيف سديت إنه إيه شباب هاي ستو يعني أنا اللي قفوا ذي كرين أما حزبين اللي قسمي كرين مركو حالي راح نقول نقضوا 4.5 هير دقميت كي بقول يصدون الشنتي ما قاع عابي كوي هوري مسوق ناس قصتنا هكذا حدعوه لكن أدويس ويكا قبو بيت أيا قال يري هصوحو الشان قبل والبني ديت كي سأو غاسكو وجوغو هصوحو له واس كان وحا هوس فدده خير دقميد نبا دون بدن تيما ايدين تيما ايدين وحا ليري مامول غوبليديدا لوو دغا مامول غوبليديدا اوغاسيدا قارنا وا تگين قار سيده اوغاس حسن او كلمه تگين وحي هيدي اوغاس حسن انو سيده دمارتن انو كو جيرو مخلا جيفديسا او خلبان سو غلا يا لبدا اقل كسر سو غليس اسغا انو كدخو حوادله ما ايدين magacyo jaal la soo qoray dad jaal la soo sameeyay jad maartii madaxtooyada laga soo diray oo wajiga iyo maqaarka iyo aragtidana kugu qabiil ah ma fahmisaan nasiib darado ayaa meesha laga buuxiyay lacag fara badan oo aqliga ka weyn waa la siiyay waxa la yiri erga 11 ayaa dad dooranayso waxaan bisleen waa mid demokraatiko 1935 ah laga kaafto ma waxa dhacday kontan iyo koodi waxa la rabaa jifa walbo إلى كنت يكون كنت لبقف ما أتر تماما مصدق قف منك أو من أعتقدك السعودي حسن شغرالك كأينه وحال سمي إرجوين أيق وطان وبين بينه أمش اللي قلي كل محل سمي قالوا دور شوين على سمي نظر قالوا هدور شوين ك هتيل يرا هلا فسره وحي هذي حسبي ربولش الريد ك ومدة هو يوينك دتك مارت أخويانك إلى يجوب شوك أنا سن أدمينا أكد عيس ما دام أنا حسبي جرن حسن شاقها مغا عاودي مدحوينه هنا الى هداي اسغا مغا عاودي قوليه قرنكا مركا ددكو مغا عاودي ما حد كسوغي اني اني كو مغا عابان مس اني اسغا مغا عابان يعني ماشي اوغو هوريسو قلدكا كدحاي كليسو غدوبي ودغي يو انت كو جيرتو دن انا هدا قبل كيما لبا قفا كا جيرتو او بيرسونال سو مغا عاودي مغرت او اني او فودان نبكا او حلبانده هو حسن شيخ بري وفودي دور لا سو غليا مركا خير دقمادكي وا لغا بوداي دكتورس ما دام اتا قف واي ارغا سياسه مده كو سو جري واخ بدن او دولتاس مركا حد بارلمان كا ساس كو سو دسمايا او مسوق ما سو قاس كو سودا او ددكو دن اي كا عبانايان هدي او يمادو مخو دلي كرا نظارة وان كو دمايستيرا هادالكا هادا ايغا قبطي هورتو واحا تيري قبولة دي وان لقايلنا تلفزيون دي لقايلنا ومادا قايلنا يسا حقاي ولا هذا الرون وايب وكي عناية نسو مرتاي هيران وغاس قلي حسن قلي وغاس قليفة فديو ايا رقي لغوتي واتا تيري جوارا لو ياعي لو ما ياعن تيعين لو قبو هيرشا بيلا واحا لو ياعي واحا لنا هالكاسي كبع عيسا marka qof kasta wuxuu siiri haduu nugaaska qusiin kara xaqa u dooro wixii ka dhacayna waa la ogyahay qolol mugdi ha la galay dadan maartay nimba wuxuu sameeyay inaa abtigiisa ka soo dirin kara ay la tartama inaa tagin wuxuu yiri markii la soo istaagay wax ku ma qabo waa tanaasul anaga gobolkayna ayaa laga haya qaar mugdi lagu keenay qaar ergadi oo aadilka ahayd la baxshaanayna oo xabada loo qaatay marka arinta markay saas u dhacday waxa tiri dawlad sida lagu soo doorto shicibka qeylinaayo gobolada ee muxuu ahaa Puntland ila meel walba ka qeylina xaq ay ku taagan yihiin maamul goboladeeda iyo madaxweynaha waa heshiyeen adna dadkaana arooso dagaysa adna dadkaana aruurso ana gobolada aan ka tirsano ka dhashay aan dadkii ka aruursana aan isdaayno looga aha u dhaxeysa Puntland iyo madaxtooyada qof lacag soo bixiyay qof lacag bixiyay milyan baa laga hadlaa مليون محل لغا سوغان وحال لغا سوغان كو شيغو باشا عالم كورتا قلد كويني سميسي ايادا ديكتيد غريسو تركو يكونتن هالا غدقو مامل قبلتي هالا سميو يعني وحن كو جرنا سيركل كي باشا عالم كو لكن باشا عالم كا ما اي مونيت غرينين قوبها اي كد عايان دورشوينك
إني تكتو أو سيرفر تكتو دبعت بدن بعلاقة بإلهاي هذا يو أنت إنفولفت كتة سيدا إنفولفت يقول نقطة إني سومالي بيلدين بلوكس جارسيسو فدراليزم إيه جارسيسو يو أنت تكاه هذا شو ترى سومالي دورشنا واكد عادي ما هو قبل من واسمينه لو ما تروحي كقصاري ما يتجنوا هرت قلت كإذا له أفر بلاد كهر أيان أنا جو جروب إنتلكتشل ومحل ده هل كان جوجو هيران جوجو عن ورقة بدن أقرني إلكترال فرود وحلي ده حتى يو لا دعاء دور شوين كجرت يو إن إيه وإن أوجتا أليرت كأهو وحبك ما إيه يعني إيه جم مرة إني سوفر جليان سو حاجة ما سؤال هذا مركو حواي هشا حاران تهول كاني برلمانك ما قالت إيه مليون لو جتاي إدد لغو دلي محو أهي داد لغو إريي إدد لدو سيي محاي الدولاد هاي وذي كرتا وزيرو دولاد هاي وذي كرتانا ملا دعوين كمان تباحا هايانه قينونية وحواي برلمان كان مركي لدورتو أو لداريو إساد إحدى نينو صوبحي لهاي مدعويني إي رئيس البرلمان إي رئيس وزاري صوبحان كبعدي أيا دعوين كوحا لغو دبنا محكمة دساري محكمة دسارينا وحا لغا حكومة مدعتو إيدا سواء قرتي ما إلا هلو 2020 محوا هاي وحلي رادة هرت حير دقمت يدورش ما أرتي أو دبن دورش دبن ما دحين دبن برلمان دبن ما قرتي إرجع دبن وطاي أقول دبنتي مرك وقت جاية أوكي وحنكو يدينا دور جير أي دورش دي ما دحينها دي بلورد هذا مركي أقول دبنتي وقت لو ما قبانين أو دبا لورد كلي على راي dad badan shaki ayay qabaan sida ay doorashadaas u dhici karto ujeedada ka dambeysa adi maxay kula tahay sababta intaas dib loogu dhigay haddana waqti loogu qaban waayay ma in la ceyboba laga baqay maxay tahay horta doorashada gubigeed guud ahaanbo waa tal soo dhigay dib loo soo dhigay door arrimaha la keeno la yiri baarlamaanka waa ishabeeyay intii dawlad laga gaarayo oo baarlamaan cusub laga soo dalbanaa baarlamaanka hayna caretaker maya ee madaxweynaha waa inuu jooga madashii taasi ku tashatay saddex bilood aan ka soo wareegtay weli maanta 207tankii oo parliamentarianka iyo 410tankii ahay sanadka weli ma la soo kaamilin ayagoo la kaamilin dastuurku wuxuu dhigaa baarlamaanka Soomaaliya inuu ka kooban yahay 207tan iyo 5 aqalka hoose iyo 10 iyo 4 oo aqalka sare ayuu la soo dhameystirin raisul baarlamaan xataa lama dooran karo محمد حوين كسوغيسا كو حسن شيخ يو حلو فديسي مدحتو يديسا وحي الربان وحول با إناي سيدي ديب لوغو ديقي لهاي لوغو ديقو اي كتبا بشيستان ماك دانتو اوغو جرتو محيطا دانتو اوغو جرتو آنيغا كلو محوة هاي غران ماي ماشا دولة الشيشيه نوا كجران دولة الشيشيه فربضن ايا ماشا كجرو ها اهدا الكوة صفك هوري اي درس كنالا ايه اي سومالي اوغو تشتي إناي كلاقا قيبسو وينو ويلغود مدنما يولن اسحكمين ها هادان دولد حربية دو بطن مركا وحا إمانيسو آنيغا سيدان آن آميسانا آز سياسي وحا واي سدح بلودا اللو قبطي إيني مان تسدح دا بلود كبعدي أو حسن شخصية هايو واه توتالي حاران مغدع واي واه إين دولد كير تكر إلا سميا إين لسوار دما يستروحي اللي بانا دي برنامانكا مغنا إين لدورت الرئيس البرنامانكا إين لدورت مدحويني إيو براي منيستركي لكن not under واي وقف الجروبي آخر سنة أيو كاني واي one man one vote حالي سنة كي قدام بي يسد حدا بلادنا وحو كاني واي حير دقمات كي نسفي عن واحد دورتان ما قرتي مركة دمار وحا كلام كو شيغا ندارو او دادك وحا قرد كالصوماليات قفل بقلب جيس وحا كجرتو إيني أرماهان صومالي هاد كالصعودو دقال سكيه او جا كبلاو دا قلمدوك إيا بودلان oo ka bilaawday koode in Soomaali ay u dhacdo dagaal sokeeya ayaa laga baqaa waa tahay aad iyo aad baa u maadsantahay daawadayaal barnaamijkii bandhiga oo maanta aanu ku wareysanaynay Dr.esa Maryan Haaji Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiinta Soomaalida isla markaana haaska madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya Ismaaciil Cali Abubakar ayaa barnaamijka marti noogu ahay daawadayaal barnaamijka guud ahaantii waxaynu ku soo bandhignay xaaladda guud ee Soomaaliya sida ay hadda tahay haday tahay dhinaca siyaasadda iyo arrimaha kale ee bulshada intaba barnaamijka daawadayaal waxaa idiin soo diyaariyay anigoo Cabdiqaadir Nadaara ah waxaana noo farsameynayay injineer Maali iyo Cabdi Fitaax Shiruuc
انت عن برنامج كلام اذا كل ما انه ملكس تواد شوكتان وحانو ذي الليل هاي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.